موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021. ينتظر عدد كبير من الطلاب خلال الفترة المقبلة موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدما انتهوا من أداء امتحانات شهر أبريل المجمعة. كان طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا امتحانات شهر أبريل المجمعة بداية من الاثنين الماضي الموافق 26 من أبريل، واستمرت 3 أيام حتى أمس الموافق 28 من الشهر ذاته. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي لامتحانات شهر أبريل المجمعة من العام الدراسي الجاري 2020-2021 خلال الأسبوع الأول من شهر مايو. اختتام امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل أمس. وانتهت امتحانات صفوف النقل أمس، حيث أدى الطلاب في الصفوف الرابع الابتدائي مع الأول الإعدادي فضلا عن الأول والثاني من المرحلة الثانوية امتحانات شهر أبريل المجمعة. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها أمس أن امتحانات شهر أبريل تم عقدها بنظام الامتحانات المجمعة من خلال الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأضافت التعليم في بيانها أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا أمس الامتحان المجمع في المواد التالية الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، فيما أدى طلاب الصف الثاني من المرحلة الثانوية امتحانهم المجمع في المواد الفيزياء، اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية، الجغرافيا، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية. انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت العديد من القرارات المهمة خلال الأيام الماضية، والتي يأتي من أبرزها: انتهاء العام الدراسي الحالي لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع حتى الصف الثاني من المرحلة الثانوية مع إلغاء امتحانات شهر مايو وبداية الإجازة الصيفية من اليوم مع استثناء طلاب الصف الثالث الإعدادي والشهادة الثانوية.